يتم اكتشاف التشوه الخلقي عن طريق السونار. إيه؟ فلو شفنا انه في تشوه خلقي بيعتمد طبعا ايش نوع التشوه الخلقي، فهناك تشوهات خلقيه خفيفه وفي هناك تشوهات خلقيه شديده. خلينا نتكلم عن التشوهات الخلقيه الشديده اللي هي تقريبا تحصل في 2 الى 5% من الحوامل. فالتشوهات الخلقيه بيعتمد على نوع التشوه وايش هي الاعضاء او المتاثره بهذا التشوه. فعاده يتم اخبار الام وزوجها عن التشوه اللي تم يعني اكتشافه عن طريق السونار والفحوصات الاضافيه اللي نحتاج ان احنا نقوم بها للتاكد مثلا من التشخيص، لانه السونار حيبين التشوهات لكن ما التشخيص يكون عن طريق عمل فحوصات دم وفحوصات وراثيه عن طريق اخذ عينه من السائل المنيوسي او وارسالها الى المختبر عشان نعرف اذا كان الطفل هذا مصاب بمرض وراثي او لا. فهذه العاده نسويها ان احنا نكلمهم عن الفحوصات اللي نحتاج نسويها. ممكن يكون فحص دم للام اذا كان في شك انه ممكن يكون سبب التشوه التهاب فيروسي مثلا. وايضا يعني نقوم باخبار طبيب الاطفال عشان بعد الولادة يكون طبيب الأطفال موجود وقت الولادة عشان يستقبل الطفل وعمل اللازم للطفل. يعني هذا حسب نوع التشوه في الجنين. طبعا هتحتاج إلى متابعات متكررة عادة في عيادة طب الأمومة والجنين، لأنه استشاري طب الأمومة والجنين هو مختص بهذا النوع من الحمل اللي يكون فيه الجنين مصاب بتشوهات خلقية. و فيكون في زيارات متكررة في العيادة وزيارات متكررة في وحدة طب الأجنة لعمل فحوصات بالسونار متكررة كمان لمتابعة الجنين.